تعميم هام بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وزارة الداخلية بصنعاء تمنع هذه الظاهرة منعا باتا وتحذر المخالفين، وتحذير للمواطنين من شراء هذه الأنواع من التمور. أصدرت وزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء تعميما لجميع المواطنين بعدم إطلاق الأعيرة النارية وإشعال الإطارات احتفاء بحلول شهر رمضان المبارك. وحذرت الوزارة في التعميم بمعاقبة كل من يخالف ما ورد في التعميم، وكما حذر مختص في التمور من نوع تمور معين منتشر في الأسواق حيث يقوم بعض الأشخاص والمحلات بالتلاعب فيه. وقال أبو محمد الرجيعي مختص في التمور خلال مقطع فيديو متداول: احذروا تمور الليزر والتي تفقد التمر جميع خواصه الطبيعية. ولفت إلى أن لون تمور الليزر يكون أصفرا وهو لون مؤقت، حيث يبدأ بالتغيير تدريجيا إلى اللون الأسود بعد استخدامه. وبسؤاله عن كيفية التفرقة بين تمور الليزر والطبيعية أجاب بالقول: إذا وجدت التمر لونه أصفر واحد فهذا يكون ليزر، أما إذا وجدت لونه مختلفا كل واحدة غير الثانية هذا يكون طبيعي.